ما حسب ولا ما حسب كل قبل نسمع بنت الفرقع يتفرقع يلا كل شوي شي ربع ساعة ضلت 10 دقايق تقريبا. ايه بدك تقول 10 دقايق ربع ساعة. ظهرنا رحت على الشارع لهونيك طلعت لقيت من باب البلدية عم تطلع مثل دخني اجا جوزي صف الربيد ها السيارة ورحنا على الشارع لهونيك على الطريق شوي صار يطلع من نص البلدية من فوق من على السطح شرارة. قلت له لابو باسل قلت له ليك بده يفقع هلا بدها تنفجر ما كفيت كلمتي كان الكريم خاض صارت كوكي بيضة هون سودا وما ما شعنا حدا. ايه بعدين فجيت على البيت لقيت المطبخ عجيبة شو هذا كأنه طالع عندي بقلب البيت. الحمد لله حبيبي. شو اسم حضرتك؟ اسمي سميرة محمد مصطفى طلعني على التلفزيون. طلع بالعمليات.